معركة اليرموك هي من المعارك المهمة يلي بسببها صاروا المسلمين قوة عظمى وظاهرة للعيان في الشرق الأوسط. ولكن قبل ما نبلش الحلقة ونحكي عن معركة اليرموك، حابب بس نوه انه بهي الحلقة اليوم حنستخدم برامج السيميليتر او الخاصة بالمحاكاة لنشوف كيف كانت المعارك بهديك الفترة. انا احمد وردي، عن معركة اليرموك اتكلم اليوم، وتابعوني. مثل ما حكينا بالحلقة السابقة، يلي ما تابع معركة القادسية، بالفترة يلي توفى فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستلم أبو بكر الخلافة، كان هناك حرب طويلة سميت بحرب الردة، وعلى أساسها قام أبو بكر بإعادة فرض النظام الإسلامي على منطقة شبه الجزيرة الإسلامية. لكن في نفس الوقت كان في دولتين هن البيزنطيين والفرس بحالة قتال مستمر لسنوات، وهذا الشيء أنهك الدولتين لدرجة إنه البيزنطيين ما عاد معهم مصاري يدفعوا للقبائل العربية الموالية اللي كانت معهم. قالوا لحالهم ان احنا هلأ بحالة هدنة مع الفرس، ونوعا ما استتبت الأمور، وفي كم عربي موجودين بشبه الجزيرة العربية ما بيخافوا، ما في داعي انه نحن ندفع مصاري القبائل العربية الموجودة بسوريا. هون أبو بكر رضي الله عنه قرر انه يوسع مناطق الخلافة الإسلامية، فأرسل خالد بن الوليد القائد المخضرم باتجاه بلاد فارس أو باتجاه مناطق العراق التي كانت تحت سلطة الساسانيين، وأرسل في نفس الوقت 4 جيوش بقيادة أبو عبيدة باتجاه مناطق البيزنطة وتحديداً فلسطين. الخليفة أبو بكر نبه جداً على القوات اللي رايحة باتجاه فلسطين أن تكون حذرة، ممنوع حصار المدن، ممنوع القتال المباشر، حاول بس تاخده المناطق الريفية. والسبب بهذا الشيء بيرجع لحكمة عنده إياها واللي هي جدا مهمة. بما أنه البيزنطيين والفرس كانوا إمبراطوريات عظيمة، كانوا ينظروا العرب أنهم هن مجموعة من الغوغائيين، البدو، الرحل، النور، أيا يكن أنت فيك تفكر فيه. فبالتالي لما الخليفة أبو بكر أعطى الأوامر للذهاب بالجيوش إلى تلك المنطقة واحتلال الأرياف، واحد إيهام البيزنطيين أننا لم نأتي في حرب شاملة، إنما نحن فعلا قدمنا من أجل السيطرة على بعض المناطق البسيطة ونأخذ منها شوية غنائم وشوية غنم وشوية ماعز وشوية باب لا لا لا. لاحقا هذا الشيء حيساعد البيزنطيين أنهم ما يأسسوا جيش كبير لمواجهة العرب، على أنهم هن المجموعة من المرتزقة جايين يأخذوا غنائم ويمشوا. ومن الفوائد اللي استفاد أبو بكر بإرسال بعثة المقاتلين باتجاه مناطق البيزنطة أو المناطق السورية أنه ضم كميات أكبر من الناس للدين الإسلامي، وبالتالي زادت عدد قواته في مناطق الريف. طبعا بهذيك الفترة كان فيها خالد بن الوليد عم يحقق فتوحات للمسلمين بمناطق بلاد فارس أو بالأحرى في العراق، وكان في كتير من الناس والعالم عم تنضم للإسلام. بهاي اللحظة أبو بكر رضي الله عنه أرسل رسالة لخالد بن الوليد للالتحاق فورا بالقوات العربية المسلمة الموجودة بمناطق البيزنطة. وهون هلأ حنوقف نعمل سردة عن خالد بن الوليد، أحد القصص المعروفة عنه. فبالتالي خالد بن الوليد كان مجبر أنه يقطع أغلب الصحراء السورية خلال 11 يوم ليلتحق مع باقي طلائع القوات العربية الإسلامية الموجودة في القدس. وهون بقى شو عمل خالد بن الوليد؟ بما أنه هو حيمر بالصحراء وما في ولا بير ولا نكشة مي يشربها، أمر جيشه أنه يسقي الجمال عنده أكبر كمية مي موجودة عنده. وبالتالي بعد ما شربت كميات كبيرة من المي، سكر لهم تمهم للجمال وانطلقوا بالصحراء مع الحمولة اللي هن حاملها. كل يوم كان خالد بن الوليد يذبح جمل ويخلي الجيش يشرب من خزان المي تبع الجمل الموجود عنده. وبالتالي خالد بن الوليد حقق رقم قياسي بالانتقال من العراق باتجاه الأراضي السورية، خلال 6 أيام اجتاز الصحراء. يعني هاي كانت موضوع ما ممكن للبيزنطيين انهم يتخيلوا انه جيش يقطع الصحراء، كانوا مريحين راسهم، قالوا هذا خالد بن الوليد بالنهاية حينتقل لأنه عن طريق اكيد يتجاوز الصحراء من الأسفل ويطلع باتجاه المناطق الخضراء، ولكن هو تجاوز كل التوقعات. هاي احدى السردات الموجودة عن القائد خالد بن الوليد. اجتماع جيوش الأربعة بشكل مفاجئ أدى لتدمير قوات هرقل بمعركة أجنادين، واللي هي المعركة اللي تسببت بهروب القائد هرقل باتجاه معاقل بيزنطة. وهون البيزنطيين عرفوا انه الموضوع ما عاد في مزح ابدا، العرب هن المجموعة غير غوغائيين، هن المجموعة منظمين جايين بجيوش ليحتلوا المناطق البيزنطية، او مو يحتلوا، يحرروا. ولكن في نفس الوقت هنا توفي الخليفة ابو بكر رضي الله عنه واستلم الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهون كانت المشكلة، عمر بيكون ابن عمه لخالد،
ولأنه الناس صارت تقول أن معظم الفتوحات هي بسبب خالد، فصارت الناس تقول أنه الفتوحات من خالد. فقام الخليفة عمر بن الخطاب بعزل خالد عن القيادة وجعله تحت قيادة أبو عبيدة حتى لا يقال أن هذا النصر بسبب خالد وليس بسبب الله. بدأ البيزنطيين بتحشيد الجيوش لديهم لأنهم استشعروا الخطر الموجود، وبلشوا يبعثوا هالقوات لمواجهة المسلمين وتتجمع كلياتها بمنطقة قرب طبرية. هلا هون بدنا نوقف شوي لأنه في نقطة مهمة بالتاريخ. يقال أن أبو عبيدة كان ينوي القتال في منطقة طبرية، ولكن خالد بن الوليد نصحه بالانتقال باتجاه هضبة تسمى بهضبة يرموك، واللي هي صار فيها معركة اليرموك، لأنه قال له نحن ممكن نتحاصر من ثلاث جهات، من أنه جحافل اللي عم تجي من ثلاث جهات. هون أبو عبيدة سلم القيادة لخالد بن وليد من جديد، لأنه يبدو نظر أنه مصلحة المسلمين أفضل بأن يكون قائد مخضرم مثله. يعني مرجعكم لعند خالد بن وليد. خالد بن وليد نقل القوات باتجاه هضبة اليرموك، وكان معروف عن خالد بن وليد بحب القتال من المرتفعات، لأنه بيقدر يكشف الأعداء ويقدر يكشف كمية الجيش اللي جاي لعنده والخطط تبعه. أما جيش البيزنطيين فكان بقيادة القائد البيزنطي المخضرم ياهان بجيش وقدره 70,000، ويذكر أن الجيوش العربية كانت تقريباً 30,000 مقاتل. هلأ هون ياهان عمل اجتماع قبل ما تبلش الحرب، وعرض على المسلمين المال والطعام وبعض الذهب، لأنه نظرة البيزنطيين كانت للعرب على أنه هن مثل سابقاً بدو همج، ناس غير منظمين، قبائل. فبالتالي كان رد خالد بن الوليد على القائد يهان قائد البيزنطة على الشكل التالي: والله لم يأتي بنا الجوع إلى هنا، إما أن تسلم أو أن تدفع الجزية، ستواجهون رجالا يحبون الموت كما تحب الحياة أنت. وهذا كان نهاية المفاوضات ما بين القائدين. تشكيل الجيش المسلمين كانت عبارة عن أربع مجموعات: في الوسط أبو عبيدة، وفي اليمين كان عمرو بن العاص، وفي اليسار كان يزيد بن أبي سفيان. حطوا لخيور المسلمين بالخلف لتدعم كل المقاتلين الموجودين عندهم. مثل ما كنتم شايفين ببرنامج المحاكاة قديش المعركة صعبة، المساحة اللي حتكون عليها أرض المعركة 10 كيلومتر كطول، فإذا المعركة ممتدة على مساحة 10 كيلومتر. هون بقى المشكلة، كيف حيقدروا القادة إنهم يميزوا وين صار في مناطق ضعف ومناطق خلل؟ فلذلك هون بنحكي الأولوية كانت لخالد بن وليد، لأنه كان على منطقة أو تلة عالية حتى يقدر يشوف صح. بتبلش المعركة أنه شخص فجأة بيطلع من بين جيش المسلمين وبينادي: أنا قاتل الروم، أنا الموت الموجه على ذوي الوجوه الصفراء، أنا ضرار ابن الأزور. وبالتالي طلع له بالمقابل خمس مقاتلين من البيزنطة، قتلهم واحد واحد، لدرجة أنه صاروا يطلعوا قادة من المسلمين يقاتلوا قادة البيزنطيين، والقادة البيزنطيين يتقتلوا، يطلعوا قادة من المسلمين يقاتلوا قادة البيزنطيين، والقادة البيزنطيين يتقتلوا. هون القائد يهان قال لك ما عاد توفي معنا، معنويات الجيش عنده صار ضعيف، وبالتالي القادة إذا بدهم يقتلوا كمان من القادة تبعنا ما بضل قائد لقدام موجود عنا. فاتخذ قرار بالهجوم وبدأت المعركة. اليوم الأول المعركة انتهى دون أي نتائج تذكر، لأنه يقال أن يهان كان عم يحاول أنه يجس معنويات المسلمين وقوتهم. ولكن في اليوم الثاني يهان اتزاكى القائد البيزنطي، قال له خليني أهجم على المسلمين على صلاة الفجر لأنه هن بيصلوا الصبح. لما حاول يهجم عليهم اكتشف أنه الجيش كله كان جاهز وعم يستنى. ليش؟ لأنه خالد بن وليد كان عامل مراصد أمامية لمراقبة خطوط العدو، فبالتالي فشلت الخطة تبعه. بدأت الحرب تقريبا بالظهريات. حاول يركز يهان على وسط الجيش تبع المسلمين، ولكن يلي حصل فعليا انه كان جهنة الميمنة بقيادة عمر بن العاص صار فيها تقهقر وتراجع نتيجة الضغط الشديد، لدرجة انه القتال وصل لمعسكر المسلمين، حتى انه النساء المسلمات الموجودة بالمخيمات بالخلف ظهرت صارت ترجم المسلمين بالحجارة تقول لهم يعني تبت أياديكم. فهون خالد بن الوليد التف على قوات البيزنطيين وتقهقروا البيزنطيين المهاجمين ورجع الجيش لمكانه. ونفس المشكلة حصلت على الجانب الأيسر، وقام خالد بتحسين الكفة على اليسار أيضا، وتسبب بتدمير القوات البيزنطية بكميات كبيرة. وهون بدنا نعرف كيف خسرت قوات البيزنطية بكميات كبيرة.
بالوقت اللي كان الجانب الايسر كمان عم يرجع ورجع لحدود المخيم الخاص بجيش المسلمين، ظهرت النساء ما رجمت بالحجارة، حملت السلاح وراحت باتجاه قتال البيزنطيين. فتخيل انت اليوم عم تقاتل وعم تشوف ناحك زوجتك حامل السيف وعم تقاتل، اي والله بدي اكل الدنيا كلها، يعني هيك انت بتفكر. فبيقول لك انه 500 جندي كانوا بقوة 6000 جندي من كثر ما كانت معنوياتهم صخر، حتى انه وصلوا لمرحلة انه تقهروا. واللي عمله خالد بن الوليد انه التف عليهم من طريق الخيال السريع عندهم وعمل عليهم كمان كلبشة، وحصل ما حصل ودمر خالد بن الوليد كميات كبيرة من بيزنطة القادمين من الجهة اليسرى. طبعا خالد بن الوليد غير كل التكتيكات العسكرية، غير كتير باستراتيجية الجيش الموجودة عنده، لأنه صاروا البيزنطيين بيعرفوا شو التكنيكات عم يستخدموها المسلمين. بعد 5 أيام من عمليات القتال والكر والفر الكر والفر، جيش المسلمين وصل لمرحلة من الانهيار فعليا، يعني وصل انه خلص ما عاد في امكانية للقتال، خلصوا نص المقاتلين، الوضع صار صعب، جرحى بكميات كبيرة، حتى انه معظم القادة اجتمعوا مع خالد بن الوليد واقترحوا عليه انه هن يرجعوا يتراجعوا اليوم والحرب صولات ومجولات وفينا نرجع بعدين ونقاتل بعدين. خالد بن الوليد ابى، قال اما اليوم او غدا لا، اليوم بده يطلع، اليوم بده يقاتلوا للمرحلة الاخيرة. حتى انه يهان قائد البيزنطيين 3 مرات عرض عليهم خلال فتره الحرب انه خذوا مصاري، خذوا اللي بدكم اياه وانسحبوا وتركونا بحالنا. اذا بتشوفها ببرنامج سيميليشن يعني الموضوع ما له سهل، يعني 30,000 40,000 مقاتل مقابل 70,000، يعني هناك فرق جدا كبير. القائد البيزنطي باخر يوم بالمعركه وسبب خسارته الاكيده رغم قله عدد المسلمين الموجوده، ارتكب خطا تاريخي. بدل ما يبعث قوات الميسره ترك ثابته وأرسل فقط الوسط، قوات الجيش من الوسط ومن اليمين. هون خالد بن الوليد التف بكافة قوات الخيال الموجودة بالخلف من جانب الجيش لديه ودخل إلى وسط المعركة. بدأت قوات البيزنطة بالتقهقر والانتشار بشكل عشوائي وذهبوا باتجاه الجسر ووجدوا 500 مقاتل فعادوا، ومعظم المقاتلين بدأوا بالوقوع من فوق الوديان. بعد هذه المعركة استطاعت قوات المسلمين أن تفتتح بلاد الشام جميعا وتحررها وتضمها إلى الخلافة الإسلامية. نظروا إلى العرب على أنهم مجموعة من المتخلفين البدو الرحل، لكنهم لم يكونوا يعلموا أن القوي هو الذي يكتب التاريخ. طبعا توتة خلصت حتوتة، لا تنسى تحط سبسكرايب تحت وتدعمني بكلمة حلوة، وإذا بدك كمان اكتب لي بالتعليقات شو الشغلات اللي لقيتها سيئة بالحلقة حتى حاول اتفادها بالحلقات الجاية. إلى اللقاء جميعا، ولكم مني طيب المنى.